فيصحو بما تقول اللواحي من سقته الهموم أنكد راحي وغزته عساكر الحزن حتى أفردت قلبه من الأفراح. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح؟ بأبي مثلك وانت وياهم ان شاء الله. بأبي بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل وقفة الأشباح فوقوه بيض الضبا بالنحور البيض والنبل بالوجوه الصباح فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماه شهب الرماح وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت وانتشى كل صاحي أدركوا بالحسين أكبر عيد عيد هاليوم عدوم فغداوا في من الطفوف أضاحي قل حبيب الليث مقصدنا المنايا ونبقى على حر الثرى دونك ضحايا عنك نصد لا وين يا شمس الهداية شنعتذر عندي المصطفى خير البرية عنك نصيد والجيش سد فجوج البرور ولازم عليك الماي والجو نار مسعور من غير ناصر بس حرمت العين بالخدور شنقول للكرار والزهرة الزكية وبرير قام بخطبته ودب العمامة يقل لي عنوان النبوة والإمامة هذا يزيد محشي معراقة وشامة ذبحك شلون تصير عيشتنا هنية وانا حياتي بهالدنيا عايف لها حق الوصي والطاهرة الماكو مثلها لحمل على الجيمان وبعزمي لفلها إما نجاح ونصر لو فوز ومني وزهير شال الصوت بالخطبة ونثرها يقل لي وحق اللي رضعت يا حسين درها باكر نخلي كربلا شايع خبرها بموقف أحرار يدوم للمحشر دوي أثنى على انصاره
وتشكر شبيل عدنان الشار ورواهم منازلهم بالجنة قالهم ترى باكر منايانا يا فرصة وحريم نتروح بيسر لو غاد ومي وكل من لحرمه يوديها لأهلها وما حرمنا للضرب والسلب خلها باكر تظل بهالفيافي وما حد لها من كربلاء للشام يودوها هديه